رائحته تملأ الشارع، والناس تصطف في انتظار أخذ كل واحد منهم نصيبه أمام الكوشة، وهي التسمية العامية في تونس لما يعرف بالفرن أو المخبزة. هو الخبز القيرواني بنكهاته وأشكاله المختلفة، خبز يفي طعمه بجمال رائحته، ويكمن سره في طريقة إعداده التي تتطلب جهداً وصبراً كبيرين. أسراره تتداولها العائلات القيروانية من جيل إلى جيل لتحافظ القيروان على هذه الشهرة، بداية من طريقة العجن وما يضاف إليها من بزارات لإضفاء النكهة المميزة لهذا الخبز وتشكيله نحو عدة أشكال إلى وقت تخميره وخبزه. كي نخدموا الخبز هذا نعطيه حقه في التدوير، ونزيد نحطوا له لفاحات معناتها الزيت زيتون والمحلب ومعناتها والعود وشيش ورد، نعطيه حقه. وجد أكثر حاجة هو الخمير. يعرف التونسيون بإقبالهم الشديد على الخبز، حتى أنهم يعدون منه أكثر من 100 نوع. يبقى أشهرها الخبز القيرواني الذي يتباهى القيروانيون بإتقانهم له وتوارثه منذ القدم.